يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته لمواجهة مرتقبة أمام المنتخب الياباني في الساعة 7 مساء اليوم في استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويواصل الأحمر البحريني الطريق نحو المنافسة بكل قوة بهدف تحقيق الفوز الثاني للمنتخب، وتتسم هذه المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، لا سيما منتخبنا الوطني الذي يخوض هذه المواجهة على أرضه وبين جماهيره متسلحا بثقة وإصرار في سبيل الوصول إلى الصدارة لهذه المجموعة والاستعداد بقوة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة للمونديال المقبل.